في الوقت اللي عم استلم الكلام عن سوريا بخصوص إقامة منظمات المجتمع المدني، ما رح أخفي عنكم مشاعري الممزوجة بالفخر وقليل من الخجل. أنا فخور جدا لأن منظمي هذه المحاضرات دعوني للجلوس على هذا المنبر وعلى طاولة ما فيها غير سوريين، وأشعر بقليل من الخجل أيضا لأنه لازم أتداول موضوع ممكن كثير من الموجودين في الصالة بيحسنوا يحكوا عنه لأنه شاركوا مباشرة أو ما زالوا يشاركون في إرساخ هذه المجتمعات المدنية. منذ آذار 2011 بشار أسد عم يحاول بدون كلل أنه يزج السوريين في حرب أهلية، وهن يلي عم بيتظاهروا بسلمية مطالبين بالحرية والكرامة. ومشان يوصل لغايته، تذكروا كيف أنه المخابرات منذ الأيام الأولى للانتفاضة بدأوا يختالوا الشباب يلي كانوا عم بيلعبوا دور قيادي في المظاهرات، وكمان أوقفوا وحبسوا المناضلين السياسيين المخضرمين بتهمة أنه حكوا مع الإعلام الخارجي، وبعدين ساهموا بإبعادهم عن البلد وسهلوا هروبهم إلى الخارج. كانت غايتهم من هالخطة إخلاء الساحة السياسية وأنه يحولوا الثورة إلى ثورة يتيمة، وكان مشان يدفعوا الشعب بعد إزالة المعايير والقادة أنه يتسلح مشان يصير يدافع عن نفسه. وحيلة النظام كانت أنه هو أكيد رح يكسب لما تتوصل الأمور للصعيد العسكري. تبين أنه هالحسابات ما كانت تماماً صحيحة. النظام بالفعل تمكن من أنه يجبر السوريين على حمل السلاح، بس ما تمكن أنه يتغلب على مقاومتهم، وخاصة ما حسن يمنع الثوار أن ينشئوا في معظم البلاد مئات المنظمات والجمعيات الأساسية. بعد سنتين ونصف من انفجار الغضب في درعا، وبالرغم من الخيانات الخارجية يلي عم يواجهوها والتحديات في الداخل المستمرة، الثوار السوريين ما زالوا مصممين على مطالبهم في الحرية. رح أتطرق لثلاث نقاط. أولاً، كيف تنظموا الثوار حتى يستمروا؟ ثانياً، كيف رسخوا قواعد سوريا المستقبل؟ ثالثاً، كيف عم يقاوموا محاولات تغيير مسار الثورة؟ من شأن أنه يسمحوا للثورة أن تستمر، فهم الثوار ومعظمهم الشباب أنه لازم يتحركوا بعدة اتجاهات وبسرعة، ينظموا صفوفهم، يختاروا زعمائهم ووزعوا المهمات، بيتواصلوا مع بعضهم البعض على مدى مساحة البلاد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ووضعوا نفسهم بخدمة الثورة بإبداع خيالي وتفاني وشجاعة مثالية. رح أذكر هون مبادراتهم الأولى. هنن هيئوا في كل مكان لجان تنسيقية لمواكبة المظاهرات وحمايتها من كل انفلات، شكلوا فرق متطوعة مسؤولة عن نشر صور وأفلام المظاهرات والقمع، كونوا عدد لا محصور من مواقع التدوين والإعلام لتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان أيا كانت مصدرها من فعل النظام أو من المعارضة. بيجمعوا بيوزعوا أمتعة ومواد غذائية لعائلات الضحايا، بيشيدوا وبينظموا أماكن علاج سرية لمعالجة المصابين المطلوبين، وبيعملوا فيها أطباء وممرضين عم بيجازفوا باستمرار بحياتهم. وأخيرا بيشتغلوا على الخطاب السياسي ومفرداته لإسقاط نظام الأسد. خلال منتصف عام 2012 تغيرت مظاهر التضامن والحراك، فإلى جانب مئات التنسيقيات ظهرت المجالس المحلية، وبنفس الوقت عرفت الثورة انعطافاً بظهور الجيش السوري الحر. فالجنود والضباط يلي انشقوا وتنظموا جعلوا بوجودهم موظفي الجهاز الإداري وممثلي الدولة ينهزموا من هذه المناطق مشان يتفادوا الفوضى يلي أعلن عنها النظام ويلي بتخدم أغراضه، ومشان يلبوا حاجات السكان أصبحت التنسيقيات لا تكفي. طبعاً من المهم أن الثوار يثابروا في تظاهراتهم، بس أصبحت الأولوية هي تلبية حاجات السكان المهددين من البرد ومن الجوع ومن المرض. هذا الجهد المطلوب ما كان ممكن يضل شغل فردي أو من مهمة فرق محدودة تأخذ محل وتقوم بمهام البلديات القاصرة. إذن وضمن هذه الظروف ظهرت أولى المجالس المحلية. هالمجالس تأسست حسب إجراءات مختلفة، فهون
انبثقت عن تصويت، وهناك ضرورة الاعتناء بالبلد جعلت الأمور تولى إلى شخصيات سياسية دينية أو قبلية ذات أخلاقية معترف بها، وفي بعض الأماكن الأخرى تولى متطوعون الإدارة وأخذوا التدبير على عاتقهم وتقاسموا المهمات. المهمات جسيمة، فهي بتخص كل قطاعات حياة المدينة، وبالتالي صاروا يشتغلوا عشرات المتطوعين لأن البلديات لا تستطيع أن تدفع الرواتب، فلا بد من تأمين النظام وإعادة تنظيم المحاكم ومتابعة الشؤون المدنية والسجلات والسماح للبنوك في أن تعمل بكل مكان، إعادة تشغيل الخدمات، إمداد الأسواق بالسلع، تشغيل المخابز، إنشاء مراكز صحية سرية، إعادة العائلات المتضررة والأهالي المعتقلين، ولا بد أيضا من تأمين المأوى والمأكل للاجئين، جمع القمامة، صيانة الطرقات وترميم الأبنية العامة، إعادة إحياء المدارس. إدارة هذه المجالس ليست في منأى عن الانتقادات. الناشطون السياسيون كانوا قد أبعدوا تماما عن أي نشاط انتخابي، والثوار بشكل عام يفتقدون إلى أي نوع من الخبرة الإدارية، فنجد بينهم كما هي الحال في باقي المجتمع وصوليين وانتهازيين ومشتغلين تشغلهم فقط تعبئة جيوبهم. بس لأول مرة في سوريا ومن مدة نصف قرن شفنا الناس المستائين عم ينتقدوا ويتهموا الأشخاص السيئين وحتى بيقوموا بطردهم. من أجل تحسين أداء هذه المجالس، الفكرة والحل هي تأمين لهذه المجالس إطار مشترك يعملون من خلاله في معظم أنحاء سوريا المحررة. وبالفعل في شباط 2013 اعتمد نظام داخلي موحد تحت رعاية الائتلاف الوطني الذي كان قد تشكل منذ فترة قصيرة. كل المجالس المحلية يجب أن تكون منتخبة، ومن يعملون بها في مكاتب متخصصة، إغاثة، تمويل، خدمات عامة، محاكم أمن، تعليم، طبابة، يجب أن يتمتعوا بالكفاءات المطلوبة ومؤمنين بمبادئ وأهداف الثورة. وأيضا تم إنشاء مجالس المحافظات، وأعضاء المجالس أيضا منتخبين من قبل القاعدة. هذه الأجهزة الرسمية لا تعكس لوحدها فقط رغبة التجديد والإصلاح، فبينما أنه منلاحظ في المدن والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة النظام انعدام أي نوع من الإبداع، تظهر في المناطق المحررة عددا مدهشا من المشاريع. ففي أقل من 60 الثورويين أصدروا 60 صحيفة ومجلة جديدة، عشرات من وكالات الإعلام، 20 قناة راديو، يطرحون على شبكة الإنترنت عشرات الأفلام القصيرة، سكتشات، أغاني كاريكاتير والرسومات الجرافيكية التي تروي أو تصور أحداث الثورة، متبعين في أغلب الأحيان أسلوب النقد والنقد الذاتي الساخر. في مجال الجمعيات منلاقيهم بيجتمعوا في منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، وفي نواة لنقابات جديدة للأطباء، لمهندسي العمارة، للمترجمين، للمحامين، للطلاب، وفي عدد هائل من الجمعيات التي تهتم بأحوال المرأة ولمساندة المعتقلين، للتضامن مع المفقودين، لحماية المواقع الأثرية والتاريخية، للدفاع عن الإرث الوطني، لمساعدة معاقي الحرب، وللترويج للتعايش السلمي. في بداية سنة 2013 وجود الإسلاميين في سوريا احتكر اهتمام وسائل الإعلام، وهذه الظاهرة مقلقة للغاية، ولكنها ليست حتمية على شرط أن تدعم المقاومة الديمقراطية كما يشير إليه تقرير حديث البسمة أضماني وفيليكس لوغران. فمن الممكن جدا وبهدف تعزيز المقاومة الديمقراطية أن نرى مقاتلين يتركون وحدات إسلامية جهادية ليلتحقوا بصفوف الجيش الحر، ولكن الآن وبانتظار أن يتحقق هذا التكهن، فإن الانتهاكات التي يرتكبها الجهاديون تفسح المجال ليعلن البعض أن الثورة قد ماتت. إن هذه القراءة خاطئة وفيها ظلم للثوار، وهي غير منصفة بحق الشعب الذي أظهر في عدة مناسبات أنه لن يسمح بذلك. فهذا الشعب بعد أن هتف خلال مظاهرات 2011 ارحل يا بشار، هو اليوم يتظاهر ويهتف أيها الجهاديون اخرجوا من أرضنا. إن السوريين الذين يقاومون الجهاديين هم ليس فقط مسلمون أتقياء، ولكنهم أيضا غالبا ما ينتمون إلى الطبقة الأكثر محافظة في المجتمع السوري، كما هي حال أهالي قرية حاس الواقعة في غرب معرة النمان، وجميعهم من أصحاب اللحية، والذين خرجوا في مظاهرة بتاريخ 12 تموز 2013 رافعين لافتات كتب عليها دولة سنبني دولة سورية
سوريا، سنبني دولة سوريا الحرة بإرادتنا ولن نستوردها من تورا بورا. في القاع، في سراقب، في الأطمة، هنالك وفرة من الأحداث الصغيرة التي تظهر أن السوريين متمسكين بالحقوق التي بدأوا يحصلون عليها وأنهم لن يتراجعوا أمام من يريد أن يفرض عليهم بالقوة أساليب أو قيم أو مبادئ أو شكل دولة لا تعكس ما قاتلوا من أجله وتحملوا ما تعرفونه منذ 30 شهراً. توجد حالياً في سوريا عشرات الحركات الاحتجاجية المدنية والتي تضم آلاف السوريين، مثلاً تجمع نبض للدلالة على نبض القلب، المشروع كبريت وشعارهم في البدء كانت كبريتي، تجمع أيام الحرية، الحركة وعي أو حركة حقنا، وهي حركة معارضة لا سياسية تأسست في الرقة في نهايات سنة 2012 حتى يبقى صوت الناس مسموعا. وهالحركة الأخيرة لما بتعبر عن رفضها للسكوت يعني أنه ما عاد ممكن تخفيفها ولا حتى من قبل جماعات إسلامية، أظهرت ميولها في التعسف والقمع حتى أنها بدت لا تختلف في شيء عن النظام. منذ عدة أشهر حقنا تضاعف نشاطها في المدينة وتتحدى بذلك الفصائل الجهادية التي تحاول أن تتنافس معها وتحاول السيطرة على المدينة. معظم هذه الأحداث تبين أن السوريين ما زالوا يناضلون اليوم للحفاظ على الحرية التي بدأوا يستردونها بعد طردهم لقوات بشار الأسد من جزء من البلاد. إذا هم لا يرغبون تمركز الجهاديين في بلادهم لكنهم لا يمانعون وجودهم نظرا لانعدام البديل الأفضل، ولكن هذا بشرط أن يساعدهم ذلك على التخلص من النظام وخاصة أن يمتنع هؤلاء من التدخل في طبيعة الدولة التي يبتغيها الثوار بدلا من السلطة الحالية، وأيضا أن يتركوهم ينظموا صفوفهم، يعبروا عن آرائهم ويتظاهروا ينتقدوا دون قيود بعدما أنغلبوا واستحقوا هذا الحق.